أنا في التوب فايف. على النادي باوك اليوناني عارض لاعبه عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر إلى فريق لاريسا اللي بيلعب بالدوري اليوناني. وصف باوك بيانا رسميا أعلن خلاله أن عمرو وردة رحل عن الفريق على سبيل الإعارة إلى فريق لاريسا. ونشر وردة خبر الانتقال إلى لاريسا عبر حسابه بموقع انستجرام عشان يودع جماهير باوك اليوناني. يعني اكيد عمرو ورده برضو محتاج يخرج، زي ما بنتكلم على ان محمد النني كان محتاج يخرج من ارسنال، عمرو ورده باوك اصبح وجوده كان شويه عامل ازمه للنادي باوك اليوناني، كان محتاج ان هو يخرج، محتاج ان هو يخوض تجربه جديده. بنتمنى في الاخر التوفيق لكل لاعبينا المحترفين في الخارج، سواء ورده النني، تريزيجيه، محمد صلاح، اكيد كل اللاعبين المحترفين في الخارج بنتمنى لهم التوفيق، ودايما بنبقى حابين نشوف اكتر، ودايما عايزين المزيد، دايما عايزين لعيبه اكتر من كده تكون ان شاء الله في الدوريات الأوروبية، عشان هو في الآخر هي استفادة أكيد ليه، وأكيد الاستفادة الأكبر هي لمنتخب مصر. يعني اتكلمنا عن أهم خمس أخبار، ولكن لسه أخبارنا كتير ولسه أخبارنا ما خلصتش، ولكن بعد فاصل ده إن شاء الله نرجع نستكمل مع حضراتكم باقي أخبارنا. خليكم معنا.